سلمى، بعد ما تعرفنا على التأثير السلبي لزيادة الضغوط والطاقة السلبية بحياتنا، سوا نتعرف ضمن مساحتنا الصباحية على أساليب التخلص من الطاقة السلبية والضغط النفسي مع مدربة المهارات الحياة سلوى عرنوس. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك سلوى، اهلا وسهلا فيكي. يعني مثل ما تابعنا بالماده اللي شفناها تاثيرات الضغوطات اليوميه على صحتنا، خلينا نعرف بالبدايه كيف ممكن تاثر هي الضغوط على صحتنا، معلومات اوسع عن المعلومات اللي سمعناها. في علاقه كثير بين الضغط النفسي وجسمنا الفيزيولوجي. نحن نتعرض لبعض المواقف بتؤدي لتراكمات نفسية جواتنا، مثلا منزعل، منحزن، منتوتر شوي، منقلق، لكن كتر تعرض الشخص لهالمواقف نتيجة طريقة تفكيره بتخليه يوصل لمرحلة من الضغط النفسي العالي اللي تؤدي للقلق واللي تؤدي عدم السيطرة على انفعالاته ومشاعره. بيصير في حتى ترقق بالقشرة الأمامية للدماغ عند الأشخاص بيتعرضوا للضغط الشديد أكثر من الأشخاص العاديين. فحتى نفسيتنا بتأثر كتير على جسمنا، بيصير ببين على الوجه التعب، ببين على الشخص إنه هو أكبر من عمره، ممكن يؤدي ببعض الأحيان لظهور الشيب سبب آخر غير الوراثة. يعني بيكون الشخص ماله مرتاح، وعادة بيشكي من أمراض فيزيولوجية، ممكن يروح لعند الدكتور يعمل تحاليل يطلع ما في شيء أبدا، إنما الحالة النفسية عم تؤدي لشعور بألم بالعضلات، شعور بألم بالعظام، ألم رأس شديد من كثرة التفكير، بشعر إنه نظري ماله مرتاح. هل أشياء فيزيولوجية سببها تماما الضغوط النفسية اللي عم يتعرض لها الشخص بس بإرادته، يعني هو سمح إن هالضغوط تتأثر عليه أو وصل لمرحلة عدم السيطرة. وهذا اللي بدي أسألك عنه، هي يعني قلتي جملة كتير مهمة، بإرادته أو يمكن الضغط الزايد ما عاد قدر يسيطر فعلا السيطر على أفعاله. تمام. هاي الضغوطات النفسية اللي بيتعرض لها كتير من الأشخاص كلياتنا بشكل يومي مستمر، أعباء زيادة، تكاليف زيادة، كلياتها بتأثر على حياتك اليومية. لأنا لوصل لمرحلة هاي الأعباء والضغوط النفسية ما تأثر مع تعاملي مع الآخر، يعني أقدر أضبط انفعالاتي، أقدر أضبط الطاقة السلبية بحيث تماما. لأنه في كثير من الناس تعاملي معهم اليوم بردات فعلهم، يعني في مثلا عصبية زايدة، في نبرة صوت عالية، بيصير طبع للشخص. تمام. ما عاد تصير مثلا ردة فعل يومية. خلينا نذكر أهم المواقف اللي بتخلي عنا ضغوط نفسية. الشخص اللي بشغله بحس حاله عم يقدم أكثر ما ياخذ، هاي الفكرة بتأثر معه مع الأيام لضغط نفسي كتير كبير، أنه أنا عم حس أنه جهدي مهدور. الإنسان المتزوج اللي عم يشعر أنه هو اللي عم يعمل جهده يحافظ على هالبيت والطرف الآخر ما له هون، كمان بتأدي لضغوط نفسية. شعور بأنه عطائي عم يكون مقابل بالخزلان بتأدي لضغوط نفسية. في أشياء معينة يعني بتخليني أعاني من الضغوط النفسية، كثرة المسؤوليات، زوجي متوفي زوجها، مسؤولية أولادها، مسؤولية البيت، مسؤولية العيلة، أب عنده أولاد، وبالإضافة لهيك أخت أرملة أو مسؤول من كذا بيت، فهون عنده كمان ضغوط نفسية. بالإضافة لصعوبة الحياة بالوقت الحالي بكل العالم، الحياة صار فيها تفاصيل كثيرة، صار فيها صعوبة، عمل، مصاريف، كل هالأمور كبرت أدت لمشكلة. هلأ أول ما الشخص يتعرض لمشكلة خلينا نقول، أو يحزن أو يتوتر، إمتى المشاكل الإنسان تطلع عن إرادته؟ ضغط الوقت رقم واحد، وقتي كله مليان، فإذا ما عندي وقت كافي للراحة. كلنا نعرف راحة الجسد، ننسى راحة الفكر. الدماغ بحاجة للحظات الصمت. أغلب الناس ما بتحس بهذا الموضوع، أنه أنا دماغي بحاجة للحظات صمت، أنا بحاجة أني أقعد شوي ارتاح. لهيك إذا شخص راح البحر قعدك شوي بيرجع مرتاح، راح الطبيعة بيرجع كتير مرتاح لأنه أخذ هالطاقة الإيجابية. من الأشياء اللي كتير مهمة بس ما كل الناس بتقوم فيها ممارسات، ممارسة التأمل. التأمل شو الهدف منه؟ أنه نحن نقعد 10 دقائق بس نركز على تنفسنا وما نفكر بشي. كيف يعني ما نفكر بشيء؟ 10 دقائق من 24 ساعة ما تفكري بشيء؟ لك صعبة أو إذا ما فيك فكر بشيء حلو. تمام. يعني في ناس بتقلك أنا صعب ما أقدر ما أفكر، بس حتى لو ما قدرت تفكر فكر بشيء جميل. تمام. يعني هنقولها تبع صعب ما بقدر أفكر. صعب ما بقدر أفكر، أنا عودت مخي على الجهد. دائما تفكير وجع راس، توتر،
مثل ما قلنا الكورتيزول بيرتفع، جسمي ما له طبيعي، انا ببلش بس ركز على تنفسي. عيش اللحظه، موضوع عيش اللحظه كل الناس ما بتعرفه. عيش اللحظه انه انا هلا بحاله عندي صديقتي زايرتني اللي زمان ما لي شايفتها، عيش اللحظه بدون ما افكر هلا شو بدي اعمل، متضايقه موقف الفلاني، بعد شوي شو بدي ساوي. على فكره اذا راقبنا تفكيرنا نحن كاشخاص فنحن بمرحلتين، اما عايشين بمبارح بالماضي او عايشين بالمستقبل. واللي عايش بالماضي عايش اما بخزلان او ندم او حزن او ايامي حلوه راحت، فاذا هي مشاعرنا. واللي عايش بالمستقبل عايش بالقلق لانه ما بيعرف بكره شو حيصير. عيش اللحظه، اللحظه الحاليه. طب اللحظه الحاليه حزن، طب حزن، عطي حقه الحزن، يعني حزان وخلصنا من هالقصه احسن ما عم تركنا على جنب وكل شوي عم تتذكرها وتزعل وتزعل غيرها. لا، الشخص المتضايق بفوت على البيت بتحكي معه كلمه بيتنتور بينزعج، فهو بالتالي وزع الطاقه السلبيه ما شاء الله هيك طول ما له ماشي، بالتالي عمل توتر عند الكل. الشخص اللي المضغوط بيفهم المواضيع بطريقه غلط، ما في تركيز، ما في راحه. فاول شيء قدر الامكان نعمل ولو نصف ساعه اسبوعيه اقعد لحالي. هالنصف ساعه عن جد انا بحاجه لاعمل استرخاء، تمارين الاسترخاء. من الاشياء اللي بتفيدنا النوم الجيد، ممارسه الرياضه ولو لحالي بالبيت 10 دقائق. اللي ما بيحب الرياضه، في ناس ما بتحب الرياضه، طب نمشي، نمشي 3000 خطوه، 4000 خطوه، 5000 خطوه، لحد 10000، بنرفع هرمون السعاده. هرمون السعادة كتير بيرتفع إما بحالة الحب أو بحالة المشي. طب حالة الحب، حب شغلك، أعمال هواية تحبها، بس نعمل شيء منحبه منشعر بالسعادة. وقت بتطلعي أنت ورفقاتك بتعملي شيء أنت بتحبي تشعري بالسعادة. شعور السعادة نحن بإمكاننا أنه نشتري، يعني نحن نجيبه لشعور السعادة اللي عنا من خلال أنه نعرف نحدد ورقة. كل شخص يحط ورقة بالبيت يقول أنا مثلا مين الشخص اللي بقعد معه عن جد بحس حالي بطلع من حالتي السلبية. هذا شخص مثل ما بيقولوا قيمته تساوي الملايين، ركز عليه قدر الامكان انه انا اشوف هذا الشخص اللي بمنحني الطاقه الايجابيه. طيب انا وقت بطلع على الطبيعه كثير برتاح، بعلي خلي مشوار ولو كل 10 ايام. الشغله الثالثه، نام نوم كافي. في ناس بتنام نوم متقطع، خاصه الامهات، يعني هن اكثر ناس مشكورين، طول الوقت بتفيق ابنتها، بتفيق ابنها، طول الوقت ما في نوم مرتاح، في عن جد تعبانه. فلازم اللي حواليها بالبيت يحسوا فيها انه شوي معلق، اذا ساعدناها وتنام لها كم ساعه ترتاح تاخذ تنفس. تمارين الاسترخاء، اذا عرفنا نحن كل حدا فينا له وصفه خاصه فيه للسعاده، كل حدا فينا. طيب في اشخاص عم يزيدوا طاقتي السلبيه، لا قدر الله اصعب شيء تكون طاقه سلبيه من نفس الشخص اللي بالبيت، زوج بضل بناء، اوكي هو زعلان تركيه شوي، ارتاحي خدي نفس خدي اكسجين، لانه نحن اذا ما بنعمل هيك بنزيد طاقتنا السلبيه. ضمن العمل عندي زميل او زميله عن جد بيعطي طاقه سلبيه، كنت اعمل قدر الامكان انه كاني مالي شايفته، ما فكر فيه. مو شخص واحد، هو البيئه العامه والمحيط. ليه بتزيد البيئه؟ صايره السلبيه، لا مش تمام. بس الشخص، يعني ضغوطات معيشيه، ضغوطات حياتيه، ضغوطات ماديه، هذا اللي قلنا. فعندك محيطك كاملا تماما. هو عنده ضغط، يمكن تمام. فينا نقول اذا ما بلشنا شوي شوي اني اطلع من هذا المحيط، الموضوع بيزيد وبينقص العمر. يعني انا قريت شغله اليوم الصبح لفتت نظري، انه الشخص اذا عمره نقص منه ساعات النوم راح نص العمر، وساعات الطفوله الى اخره بيبقى انه بيزيد من عمره 10 سنين. طب 10 سنين مستاهله ما اعيش مبسوط؟ لا، لازم اعيش مبسوط، لانه حتى السعاده هي قرار. في اشخاص معهم مصاري بس ما لهم سعداء، في اشخاص عندهم صحه بس ما في عندهم عمل. فاذا السعاده قرار داخلي، اذا انا بدي استسلم لهالضغوطات العمر بمر، بوصل لمرحله بزعل. كل شخص بيوصل لمرحله الوفاه لما بيسالوه انه شو اكثر شيء ندمان عليه، بيقول لهم ندمان على اللحظات اللي كنت بدي اقعد فيها مع رفقاتي واعتذرت بسبب الشغل، ندمان على الانسان اللي حبيته اني ما اعطيته وقت منيح قعدت معه، ندمان اني ما قعدت مع عائلتي كفايه، ندمان اني ما لعبت اولادي لعب كفايه، ندمان اني ما ريحت حالي. فاذا انا ندمان على شو؟ ندمان على المحبه بحياتي، فليه ما نعيشها؟ يعني انا زعلان بس ليه خلي عمري يمرق؟ عرفتي كيف؟ يعني هلا مثلا اذا انا قعدت وقعدت بالزاويه هيك وضليتني عم بزعل او اتذمر، الاسعار حتنزل؟ التذمر ما بيجيب نتيجه، ايش اللي بيجيب نتيجه؟ انه انا ركز على الايجابي بحياتي واشتغل، اعمل، يعني اعمل شيء بحياتي، حس انه انا عم بعمل شيء. ما في صعوبه، كل الناس العظماء طلعوا من الصعوبات بالحياه. صحيح. وما في حدا
مات من حزن إلا إذا هو يعني راد، وإذا بيموت بسيطة لكن هو بيمرض وبيصير معه أمراض وبيصير بحاجة الناس تقعد جنبه مع أنه كان ممكن هو اللي يقدم المساعدة. يعني اليوم سلوى عطتينا هيك وصفة لطيفة ومنطقية حبيبتي. وهذا الأهم، لأنه دايما بينسأل الناس أنه نحن لما بنحكي عن الطاقة بنحكي بأساليب وشغلات ما حدا بيقدر يطبقها، أما اليوم عطتينا شيء واقعي. بدنا نشكر وجودك معنا ونتمنى من الكل أنه يقدر يطبق بحياته هي الوصفة المنطقية قدر المستطاع. شكراً لكم. شكرا لك سلوى عرنوس، مدربة مهارات الحياة، على وجودك معنا. شكرا كثير لك.